حياكم الله مشاهدينا. مثل ما شفتوا معانا الحين الدكتوره سندس القبندي، رئيس مركز اللوائح الصحيه الدوليه. مساء الخير دكتوره، حياك الله بهذا الكويت. مساك والله بالنور، هلا فيكم، حياكم الله. يا هلا يا دكتوره. ومثل ما شفنا بالانترو اللي عرضناه قبل شوي، حضرتك كنتي يعني اول من دق ناقوس الخطر وتعرف على هذا الفيروس، شلون صار الموضوع؟ نبي من نقطه البدايه كلش. طبعا في البدايه احب اشكركم على هالاستضافه، وانتم دائما برنامجكم سباق لكل ما هو جديد وكل ما هو مهم لخدمه المجتمع والمعلومات المهمه اللي تفيد الناس ومجتمعنا ان شاء الله. طبعا احنا كمركز لوائح صحيه دوليه يعمل كنظام انذار مبكر طبعا، وهذا الشيء ما بدا مع كورونا، من قبل كورونا احنا شغالين على هالنظام. دائما تجينا نتلقى بلاغات ومعلومات من منظمة الصحة العالمية، متواصلين معها بشكل مستمر خلال يعني 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، على مدار الساعة متواصلين لكل ما هو مستجد وكل ما هو جديد. طبعا لما وصلنا البلاغ في أواخر شهر ديسمبر تقريبا أن في حالات التهاب رئوي أو يعني أمراض تنفسية غير معروفة السبب بدأت في مدينة ووهان تحديدا، مقاطعة هوبي بالصين، وما كانت وقتها منتشرة في مقاطعات أخرى بالصين. طبعا احنا لما وصلنا البلاغ مثل ما قلتي دقينا جرس الانذار وبدينا نتحقق من هالمعلومه ونتواصل، على الرغم ان المنظمه ما كانت الى الان يعني معممه اي توصيات واي يعني امور خاصه تخص الاجراءات لاي من الدول. منظمه الصحه العالميه، وكان الامر محدود في مدينه محدوده في الصين، لكن احنا كاجراء احترازي ويعني استبقنا الاحداث وبدينا نتحرك وندرس الموضوع وبدينا نتحرك نسوي خطه كاجراء احترازي واستعداد. بس لما رحتي شرحت الموضوع لمعالي الوزير، طبعا يعني شلون وصلتي له الصوره؟ لان منظمه الصحه العالميه للامانه تاخرت جدا على ما اعلنت حتى صحيح. انه وباء عالمي. انت وهني بالكويت لا، كنتوا يعني سريعين فعلا، وكان في مرونه جدا وسرعه باتخاذ القرار، والحمد لله يعني هذا هو اللي فادنا. فعلا هي كبلاغ بلغت جميع الدول يعني عالميا على كل مستوى العالم يا هالبلاغ، وان في هناك يعني حالات مثل ما قلت لكم، وكانت حالات محدوده في البدايه. فاحنا تلقينا الخبر وبلغنا معالي الوزير ونشكره ان احنا من البدايه كان معانا على تواصل مستمر ومشى الموضوع تحت اشرافه، واوجه له تحيه ويعني ما قصر ويانا يعني دعمنا وساندنا بالازمه من بدايتها. كثير من الدكاترة في العالم وكثير من السياسيين بالعالم طبعاً. قللوا من شأن هذا الفيروس، احنا ما سوينا كذي طبعا بالكويت. احنا استبقنا الاحداث واستبقنا الاجراءات. الكويت الحمد لله كانت من اوائل الدول اللي طبقت الاجراءات. بعد ما عرفنا عن الاحداث بدينا نعمم المعلومات على قطاعات الوزارة، المستشفيات، لرفع الجهوزية والتأهب والاستعداد. طبعا تواصلنا بشكل عاجل مع منظمة الصحة العالمية لاستضافة خبراء مختصين في التعاون والتواصل في يعني المنافذ الحدودية في الكويت، ودعينا قطاعات الدولة المعنية مثل الطيران المدني، الخارجية، الهيئة العامة للبيئة، الجمارك، الخطوط الجوية والخدمات الأرضية، طبعا الداخلية، أخواننا في المنافذ، وسوينا لهم تدريب عملي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهم كانوا موجودين معنا، حطينا وياهم التوصيات يعني أحدث ما نقدر نطبقه، ودربنا المعنيين في الوزارة طبعا بالتعاون مع وزارة الصحة وقطاعاتها، وأوجه لهم الشكر لتعاونهم ويعني التزامهم بحضور هالدورة. وبعدها طبعا بدينا سلسلة اجتماعات برئاسة معالي وزير الصحة، بدينا باجتماعات اللجنة العليا للوائح الصحية الدولية اللي عن طريقها بدينا ننشط التواصل والتعاون بيننا وبين قطاعات الدولة، وبدينا بوضع الاجراءات ومتابعتها. وشفنا يعني دكتوره معاك يعني هذه الاجراءات اللي قامت فيها الكويت واللي اليوم يعني العالم كله يشهد لها طبعا. لكن بما ان حضرتك اللي يعني دقيتي ناقوس الخطر مثل ما قلنا، وكان بدايه يعني الانتشار هذا المرض من يعني انطلاقه من حضرتك، نبي نعرف الانفراجة اليوم قاعد تتابعين الوضع دوليا، الكل يسال يعني متى ممكن يكون في انفراج لهالازمه؟
طبعا احنا بشكل يومي مستمرين بدراسة الوضع سواء عالميا ومحليا، لان من مهام المركز هو تقييم الوضع ودراسة الاجراءات، وعلى بناء عليها تطلع الاجراءات والتوصيات على مستوى الدولة. يوميا نرفع تقرير لمعالي وزير الصحة حتى يشارك اخواننا في مجلس الوزراء في وضع التوصيات والاجراءات، سواء بوضع اجراءات جديدة او يعني تغييرها او تعديلها حسب الأوضاع. طبعا هالشيء يعني مرتبط تماما بظهور علاج بشكل يعني أساسي، وهي الأشياء تحت الدراسة. يعني إلى الآن ما طلع علاج لهذا المرض، يعني ما في انفراج إلى الآن، ما طلع لقاح. لكن الشيء اللي يعني يطمننا أن احنا بالكويت ولله الحمد مع إجراءاتنا ومع توصياتنا يعني المشددة قدرنا نحتوي الوضع وقدرنا نسيطر على الوضع، وهالشيء وايد يعتمد على تعاون مشاركة المجتمع طبعا بشكل أساسي. احنا وين واصلين الحين؟ يعني قاعد نقول اليوم العدد مرتفع أكثر من الأيام اللي طافت كلها طبعاً. لكن ما زلنا نقول أن هذا العدد يعتبر من الأعداد المنخفضة في دول العالم، فإحنا وين واصلين بالضبط؟ ودائما يعني نخاف أن احنا ما زلنا في البيك، ما زلنا في ممكن الأعداد تزيد زيادة، يعني الناس أيضا قلقة. طبعا يعني وايد يسألون متى البيك ومتى ترتفع الأعداد ومتى تصير السكند ويف أو الموجة الثانية ومتى، هذا كله يعتمد على تعاون وتضافر الجهود. يعني مهما حطينا كدولة إجراءات ومهما حطينا يعني أشد الإجراءات والتوصيات، بالنهاية يعتمد على تعاون الناس وتعاون المجتمع. احنا في مرحلة حاسمة يعني تتطلب تضافر الجهود بشكل كبير على كل فرد بالمجتمع أن يلتزم، خصوصا إخواننا وأهلنا اللي رادين من السفر الله يحفظهم. مهم جدا أنهم يعني يلتزمون بالإجراءات الوقائية حسب ما تبلغهم وزارة الصحة. أول ما يرجعون البيت يعزلون نفسهم تماما، ما يختلطون بناس ما عندهم مناعة أو اليد واليدة يعني الله يحفظهم، كبار السن الأكثر عرضة حق الإصابة. طبعا هالأمور راح تساعد على تقليل أعداد الإصابة، تساعد على احتواء المرض والانفراج ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. دام ذكرتي دكتور عمليات عوده المواطنين اليوم من الخارج، ايش كثر اثرت هذه على شغلكم، على الخطه اللي كنتوا يعني قايمين فيها في المنظمه؟ طبعا يعني هالامر كان باوامر ساميه من صاحب السمو امير البلاد الله يحفظه، على ان يردون اهلنا واخواننا يكونوا بديرتهم شهر رمضان الكريم. وطبعا بناء عليه ترتبت امور ويعني استعدت الدوله بكل قطاعاتها وبكافه قطاعاتها انها تكون جاهزه وعلى يعني اعلى مستويات الجهوزيه مثل ما يقولون عشان استقبالهم. نعم كان في صعوبات ان اعدادهم كانت كبيره، شلون يوازنون الامر بين يعني الحجر المؤسسي والحجر المنزلي. يعني كان من المتوقع انهم يروحون الحجر المؤسسي يعني كاعداد اكبر، يعني الكنترول راح يصير اسهل، الاحتواء راح يصير اضمن، لكن لان اعدادهم كبيره صار في حجر مؤسسي وحجر منزلي الزامي. طبعا وهذا يعتمد وايد مثل ما قلت لكم على الالتزام والتزام الناس، يعني هذا راح ياثر يعني وايد يخفف الاعداد. فعشان شيء احنا كل يوم يعني نحرص وناكد ان نبيكم تلتزمون يا جماعه، سواء من اللي قادمين من خارج الوطن وايضا الكويت الموجودين داخل، هم قاعدين يساعدون ان الوضع يقل، الارقام تقل. اليوم في ارقام مخالطه للحين يعني كبيره طبعاً. في ناس يعني قاعد تشوف يعني هذه الارقام مو عارفه ان هي يمكن بذهابها للجمعيه للمشاوير العاديه السريعه. فشنو تقولي لهم دكتور، خاصه احنا بعد مقبلين يعني على شهر رمضان، ونبي يعني هالسنه هم رمضاننا يكون مختلف بالتباعد الاجتماعي. صح، يعني انا والله يعني بالبدايه احب ابارك الشهر للكويتيين واهلنا ولكم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ومبارك عليكم الشهر. ونتمنى يعني رمضان يعدي ان شاء الله على خير، ويعني تضافر الجهود هو الاهم بهالموضوع. نعم ندري كلنا ان الموضوع مو سهل، وخصوصا احنا الكويتيين متعودين على الزوارات وعلى الغبقات وعلى اليمعات. وغير الغبقات عندنا قرقيعان الاطفال طبعا، هذا السنه هذه شكله خلاص ماكو. فانا انصح بشده انه يعني نتجنب هالسوالف، ما يخالف نتحمل، احنا مو متعودين نتفطر بروحنا، متعودين على اليمعات، متعودين على الغبقات والزوارات. لكن هالشيء بما انه هو بصالح الكويت وبصالح اهلنا ويحفظ لنا الامن الصحي ان شاء الله،
فيعني نصيحتي ورسالتي اليوم أن الكل يلتزم. التباعد الاجتماعي مهم جدا، تجنب الزوارات والتجمعات أهم شيء. زين دكتورة، عندنا بعض الأسئلة جايتنا على هاشتاج ليالي الكويت، وراح نوجهها لحضرتك لأن أنت عارفة خبراء في العلوم الطبية يقول لك الفيروس مستجد وخبرتنا فيه قليلة والعالم كله ما يعرف عنه، فطبيعي وبديهي أن الناس تكون قلقة أكثر ونبي نطمنهم. البعض يقول أن تم اكتشاف طرق أخرى لانتشار هذا الفيروس، يعني مو فقط بالتواصل الاجتماعي أو التقارب، السلام أو التسليم على بعضنا البعض، لا، ممكن عن طريق الهواء. في البداية قالوا هذا ما راح يصير، الحين في حكي أن بلا هذا صاير، نبي نعرف كيفية انتشاره. طبعا كيفية انتشاره بشكل أساسي بال يعني التقارب، أو مثل ما قلتين إنه يسلمون على بعض أو أحد يكون تواصل مباشر متقارب جدا، هذا يسمونه كونتاكت أو مخالطة للشخص المريض. طبعا عن طريق الأسطح الملوثة، لذلك دائما ننصح أنهم يحرصون على نظافة الأسطح، نظافة اليدين، لبس الكمام خصوصا في الأماكن يعني المزدحمة أو يكون فيها اختلاط. طبعا الانتقال عبر الهواء لم يثبت إلى الآن يعني علميا أنه ينتقل عبر الهواء عن طريق الهواء، وإلى الآن إحنا نشدد ونحرص على التباعد الاجتماعي إن شاء الله. واللي يقول أن ساعات قالوا لبسوا الكمام بعدين ردوا قالوا لا، بس اللي مريض وحامل الفيروس هو اللي يلبس الكمام. صحيح. قالوا شوية لبسوا لتسوس، ردوا قالوا لا، لتسوس هذه فيها خطورة أنها هي راح تكون ملوثة ممكن تنقل العدوى. صح. حضرتك شو تقولين؟ طبعا أنا مع لبس الكمام في الأماكن خصوصا المزدحمة، وخصوصا إذا أحد يعاني من أي أمراض أو أعراض حتى لو كانت خفيفة ويبي يطلع أو يخالط أي أحد، الأفضل أنه يكون عليه الكمام، أو حتى إذا حس بأعراض ورايح مثلا يراجع أو كاستشارة. لكن بالنسبة للجلافز أو التسوس الأفضل أنه ما ينلبس. ليش؟ لأنه راح يحسس الشخص بالأمان، راح يلبسه وتلاقينا يلمس أي شيء، أو يمسك القلم، يمسك الورقة، يمسك وجهه يحط ايده على وجهه وينقل العدوى وهو مو حاسب نفسه، فيعطيه شعور بالامان وهو يعني مو ماخذ احتياطاته. انت عارفه احنا الحين دكتوره يعني لما قمنا نلبس الجلافز او التسوس ونروح الجمعيه، اللون الابيض يصير الوان غريبه وعجيبه، يعني هذا كله كان بايدنا. يلقط، وفي ناس تنسى، يمكن تلاقينا يحط شيء. والله شوفت عيني يا دكتوره بالجمعيه وبعد ما حاسب بطل تشيس المارشميلو كلا بالجلافز. بالضبط، عشان كذي يحسس الواحد بالامان، وهو يعني علشان كذي غلط. في ناس يستخدمون الكحول على الجلافز، هو غلط. فيعني الافضل شيء يعني الكحول اول ما يصابون. نعم. ايضا يمكن يعني من الاخبار الاشياء اللي نسمعها اليوم ان بريطانيا اعلنت عن وجود لقاح، ما مدى يعني صحتها. وقبلها المانيا ايضا اعلنت. طبعا الحين وايد دراسات قاعد تتم بخصوص اللقاح وخصوص العلاج، لكن الى الان لم يتم يعني ثبوت اي لقاح او واعتماد. تاخذ وقت يعني على الاقل اشهر او سنه تدرون يسوون عليه تجارب ويتأكدون يتحققون قبل لا يستخدمونه، لذلك يأخذ وقت. نعم. أنزين، عندنا سؤال بعد من تويتر يقولون أن انتشر مؤخرا كلام عن أن التعقيم بالكحول وغير الكحول ما يقتل الفيروس، هل هذا صحيح؟ نعم طبعا غير صحيح، يعني استخدام المعقمات بالعكس هي تحمي، يعني خصوصا اذا ما نوجد الماء يصابون فتره اللي الواحد يبي يعقم ايده. نعم. يعني رقم واحد ما يصابون، رقم اثنين طبعًا لازم الكحول. طبعا يمكن معد من الاشياء اللي انتشرت عندنا بالكويت من بدايه المرض لليوم، احنا ناطرين الصيف والجو ما شاء الله كل ماله ويحلو ويصير. صح. احلى. صح. الناس قاعده تقول اذا صار فصل الصيف الدوله الحراره ارتفعت هل راح المرض يروح يختفي؟ والله هذا في البدايه كانوا يقولون ان في دراسه او في يعني معلومات تبين ان اذا صار الجو حار او هذا، الى الحين لا، يقولون ما له علاقه وما في يعني صله بين المرض والجو. نعم.
يمكن تكلمنا يعني عن مسمى حضرتك دكتوره اللجنه العليا الدائمه لتطبيق اللوائح الصحيه. نعم. بشكل سريع اذا نشرح حق الناس يعني شنو دور هذه اللجنه؟ طبعا هذه اللجنه هي لجنه تتكون من قطاعات داخل وزاره الصحه بالاضافه الى خارج قطاع وزاره الصحه، مثل ما قلنا احنا متواصلين قبل موضوع كورونا من بدايه تشكيلها، تتكون من العديد من القطاعات، وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، التجاره، الموانئ الكويتيه، الدفاع المدني والجمارك وغيرها من العديد من القطاعات، والطيران المدني طبعا. طبعا هذه اللجنه فاعله على مدار الساعه، غرضها التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات، ومن خلالها ننشر المعلومات المتعلقه حسب كل جهه، وبالتالي نتابع ونقيم الاحداث والتوصيات والاجراءات شلون تمت بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية. وطبعا يعني شيء يثلج الصدر مثل ما يقولون، لما بدأت الأزمة بين دورها وفعاليتها من خلال التواصل السريع، الكل يدري وين يتواصل وعلى منو يدق وعند منو هالموضوع، وايد سهل التواصل، وايد سرع الموضوع، خلى التحرك فعلا سريع بين قطاعات الدولة، صارت تشتغل كفريق واحد. وإحنا عشان سهل الموضوع يعني سمعنا أيضا أنتم تعتبرون نفس المباحث بس على مسألة طبية. لأن إحنا جزء من شغلنا التحقق، يعني مثلا طلعت معلومة في الكويت يسألوني مثلا المنظمة هل هالمعلومة عندكم، هل حدث فعلا صاير عندكم، فيتحققون عن طريق مركز اللوائح الصحية الدولية. أي. والعكس صحيح. نعم أكيد. نعم. الإشاعات تأبيكم طبعا، خصوصا اذا كانت معلومات علميه وخاطئة. والحين يعني المعلومات سريعه ويعني وايد يعني كميه منتشره بتويتر. أيوة. كميه من المعلومات، لكن احنا في وزاره الاعلام عندنا تطبيق برنامج تحقق. أيوة اكيد. والله هذا اللي من خلاله الناس اليوم تقدر تحط اي خبر او اي اشاعه وممكن من خلالها تشوف الخبر الصحيح. وايد مهم بهالفتره الواحد يستخدم. طيب دكتوره، لما نتكلم عن شغلكم وعملكم اليوم، بعد سمعنا انه كان في اتصال مرئي لمعالي وزير الصحة. نعم. مع المنظمة العالمية للصحة. نعم. نتكلم عن هذا وشنو آخر المستجدات، يعني عرفنا أنه في تبادل للخبرات. طبعا احنا على طول الاجتماعات المرئية وسواء بالإيميلات أو إلكترونيا أو حتى بالاتصالات الهاتفية متواصلين مع المنظمة، وتصير فترات على مستوى معالي الوزير أنه يلتقي في زملاء من وزراء دول الإقليم أو حتى وزراء دول الخليج لتبادل المعلومات، شنو الإجراءات، شنو التحديث الأبديت على المعلومات اللي صايرة أو الأحداث اللي صايرة، بحيث يعني بغرض تبادل الخبرات والمعلومات. طبعا احنا هذا الشيء نسويه بشكل يومي من خلال المركز، نشوف التحديثات والمستجدات والتطورات، شنو سوت الدول، شنو طبقت، شنو ممكن نغير في اجراءاتنا بالكويت. طبعا التوصيات الان احنا مثل ما تدرون تسكرت وايد امور، مثل المولات، مثل امور التجاره، مثل المدارس، المساجد. طبعا ينصحون ان كل الدول بحيث انها بشكل تدريجي تفتح الاقل خطوره فالاكثر يعني بشكل تدريجي بشكل بطيء، تدرس الامور شلون تطلع التوصيات بشكل مدروس، يعني مو تبطل الدوله مثلا المدارس فجاه وما تدري شنو عواقب هالشيء او المولات يعني كذلك. احنا شفنا شبه انفراجه يعني في دول العالم، البعض قاعد يحاول يخفف من هذه الاجراءات الصارمه. طبعا. اليوم ايضا افتحوا الامباركيه عندنا بالكويت، واحنا عارفين ان وزاره الصحه هي اللي تقود العمليه بالكامل. طبعا. فمعناته ما في خوف على هالموضوع. مثل ما قلت لكم هو راح يكون بشكل تدريجي وشكل مدروس، يعني راح تكون بأرقام قليلة، حتى الموظفين يعني في الدولة أتينا توصيات شلون راح ترجع الأمور، ما راح ترجع فجأة مثل ما كانت، راح ترجع بالتدريج. وحتى الموظفين عددهم سواء مولات سواء الدوائر الحكومية أو حتى المؤسسات ترجع بأعداد بسيطة، وتصير دراسة ومراقبة وتقييم للوضع.
يعني احنا مثل ما قلنا شغلكم مباحث وشغلكم تحري، فهل اذا اكتمل عدد الكويتيين العائدين من الخارج بعدها بش كثر ممكن ان ترجع الحياه عاديه؟ طبعا هذا يعتمد اعتماد كلي على تعاون المجتمع والناس، يعني ايش كثر هم ملتزمين راح يسهل ويسرع عوده الحياه. اذا بيدكم مشاهدينا، بيدكم اكيد. ومثل ما قالت الدكتوره سندس، يعني احنا هم يشتغلون ويبذلون كل اللي بايدهم واللي نقدر عليه، دائما احنا نقدمه لكم من خلال شاشه تلفزيون الكويت، من خلال الاخبار اول باول نقول لكم شنو اللي ممكن تسوونه، لكن بالنهايه عليك انت عزيز المشاهد، انت اللي تنفذ هذه القرارات، وانت اللي ممكن تعبر بالسلامه الكويت واهل الكويت هذه الجائحه. نعم اكيد. كل شكر لك دكتور على وجودك اليوم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، حياك الله. مثل ما قلنا الالتزام جدا مهم عشان يمر معنا ان شاء الله شهر رمضان بالخير والبركه. نبيكم تتابعونا باكر في حلقه ليالي الكويت، ان شاء الله حتكون حلقتنا عن دوره برامج تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان. نشوفكم ان شاء الله بحلقه باكر، تصبحون على خير وفي امان الله. مع السلامه.